اسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط، هنكون معاكم ولقاء هام جدا، لقاء مع فنان عربي كبير، فنان صانع البهجه وفنان ليه مكانه في كل بيت في الوطن العربي. اللي النهارده في ختام مهرجان اسكندريه هيبقى في تكريم كبير، تكريم لسفير الفن العربي دريد لحام. بقول لك الف مبروك وسعداء بوجودك وسعداء على حرصك دايما ان انت تكون موجود معانا في مهرجان اسكندريه. شكرا يا قلبي، الله يخليكي. بالعكس انا بتشكر مهرجان الاسكندريه يلي بتعمله جمعيه كتاب ونقاد السينما على هذا التكريم، ودايما تكريم من هذا النمط بخليني احس انه ما زلت موجود. فشكرا كثير لهذا المهرجان العظيم، شكرا لمصر يلي كانت وما زالت حلم اي فنان عربي دائما اول ما بيبتدي وحتى وين ما وصل تبقى مصر هي الحلم الدائم له. اكيد الحب اللي بينك وبين المصريين حب كبير، وانت عارف مكانتك عندهم، ومش اول مرة بتتكرم في مصر. حصلت على جوائز، تم عرض افلام ليك عديدة، تم تكريمات عديدة ليك في مصر. التكريم هل مازال ليه المكانة في قلب دريد لحام زي كل مرة؟ اكيد يا قلبي اكيد، يعني دايما تكريم اي امتى ما صار بيعطيكي شحنة شجاعة جديدة، لأنه تعملي إشياء وإشياء بيعطيك شحنة شجاعة إلى الأمام. فمهما كان يعني لو واحد وصل للتكريم المليون بضل بيقول شكرا على التكريم الجديد يلي أعطاني حقنة جديدة من حياة أفضل ومستقبل أفضل وكل شيء أفضل. يعني برضو عايزين نعرف الحاجات الجديدة اللي هنشوفها على الشاشة الأستاذ دريد الفترة اللي جاية، في تحضيرات لحاجة؟ الحقيقة انتهينا حاليا مع الأستاذ باسل الخطيب المخرج المتميز بتصوير فيلم بعنوان الحكيم، وهذا الفيلم الآن بالعمليات الفنية اللي هي المونتاج والموسيقى وإلى آخره. فيلم الحكيم بيتحدث عن يوميات طبيب في الريف، وكيف أن الخير يبادر بالخير والشر يبادر بالشر، وكيف أن الخير يجب أن ينتصر على الشر بشكل أو بآخر. وفعلا بالفيلم الخير ينتصر على الشر، وتقف هذه البلدة يلي هو الحكيم منها. نحن الحكيم الطبيب من له حكيم، الطبيب الطبيب من له حكيم، عشان هيك الواحد بيقول عامل دور طبيب يعني بالضبط. مش حكيم اللي هو زي عندكم اللي هو بيحكم بالعدل او اللي عنده الحكمه. بالضبط، يعني بالاضافه الى مركزه العلمي يتميز بالحكمه، مشان هيك بسميه حكيم. واذا واحد راح لعند الطبيب حيث يداويه بيسميه حكيم، من بيقول له راي يتحكم انه عند مين عم تتحكم. فجاي من هون كلمه الحكيم، يعني عن يوميات هذا الحكيم في هذه البلده اللي هو منها، يقع في مشكل طبعا مش من صنعه، يقف اهالي البلده كلهم الى جنبه للخروج من هذه المحنه. بالتالي يعني انه تزرع خير تحصد خير، يعني لا تتوقع انك تحصد قمح اذا زرعت شعير. ودي الحكمه من الحكيم. صحيح. الناس بتنتظر منك دايما في اعمالك البهجه. نعم. والابتسامه. هل الحكيم سيصنع البهجه والابتسامه للجمهور اللي هيدخل؟ ما بقدر اقول لك حيصنع ابتسامه، لكن بالتاكيد قد يكون هناك ابتسامات لنا انه ليست قهقهه، إنما ابتسامة الفرح بانتصار الحكيم على المحنة تبعه. يعني مش بالضرورة موقف مضحك بيسعدك فقط، كمان موقف إنساني ممكن يدخل على قلبك السعادة.
المخرج باسل خطيب بحس ان في بينه وبين استاذ دوريد علاقة خاصة، وبحس صحيح. ان حضرتك بترتاح للعمل معاه، ليه؟ باسل الخطيب يا قلبي يمتاز بانه مخرج بيعرف تماما ماذا يريد، يعني هو مريح في موقع التصوير، مريح في اللوكيشن، مريح في علاقاته مع من حوله، لانه دائما تنبع من الصداقة والمحبة والاحترام للآخر. يعني عمرك ما بتسمعي عم يصرخ مثلا باللوكيشن، دائما يتعامل مع الناس بإنسانية وأدب وحكمة بنفس الوقت. وطبعا انت لما بتشتغل واحد مع مخرج، مع مخرج صديق ومؤمنة فيه، اكيد يعني كثير مريح بيكون المسألة انك تتعاوني مع انسان صديقك بالأصل. النهاردة حضرت له فيلم مهم جدا، فيلم المطران، وكان ليك تعليق لطيف جدا بعد عرض الفيلم عن الشخصية اللي قابلتها في النقابة سنة 71 تقريبا. حضرتك شفت المطران نفسه، فحسيت ان انت بتشوفه للمرة التانية على الشاشة. تقييمك لهذا العمل المهم اللي كان حلم لكثير من الفنانين انه يعملوا شخصية كابوتشي. بالتأكيد قدر الاستاذ باسل الخطيب يوصل الى صيغة رائعة حول المطران كابوتشي، ذاك المناضل اللي خلق في سوريا في حلب وهو رجل دين، وانتقل بعدين إلى فلسطين وانصهر مع القضية الفلسطينية، كما بعض الشخصيات الأخرى مثل عز الدين القسام مثلا، كمان كان شيخا وانصهر بالقضية الفلسطينية. الآن لما بتشوف الفيلم اللي هو مصور كله في سوريا، المفروض انه الفيلم في فلسطين، لكن المخرج حسسك ان انت في اجواء فلسطين. بالضبط بالضبط. يعني من جملة ميزات الاستاذ باسل انه دقيق بالبحث او بايجاد مواقع، او مثل ما بيقولوا اللوكيشن، مواقع التصوير، بحيث انك انت ما ممكن تقولي هذا الفيلم إلا أنه صور في فلسطين. فلسطين حقيقي. بحب أقول هون الأستاذ رشيد عساف أتقن جدا ووصلنا فعلا المطران كابوتشي إلينا. أنا التقيت بالمطران كابوتشي لما شفت رشيد بالفيلم، قلت له لرشيد، قلت له الآن إذا حدا بيسألني عن المطران كابوتشي اللي هو رشيد عساف. خلاص قدر إن هو فعلا يقنع الناس إن هو دوت المطران. جدا أتقن أتقن الولوج، قدر يتقمص الشخصية الولوج إلى تفاصيل الشخصية بشكل دقيق. يعني كان حلم رشدي أباظة وعمر الشريف، محمود عبد العزيز، نور الشريف إنهم يعملوا شخصية المطران. هل كان في حلم من أحلام دوريد لحام الشخصية دي إنه يقدمها على الشاشة؟ لا أكيد لا. أكيد لا. لا لك ليش يا قلبي، يعني أنا معروف عني إنه والله على العموم على العموم فنان كوميدي، وشخصية المطران شخصية جادة جدا. بيقولوا إنه في الحقيقة كان دمه خفيف. معلش هل حسيت لما قابلته اللمحة الكوميدية كانت جواه؟ ايه. يعني في هل فيلم كان حلمك انك تقدمه او شخصية او عمل الى الان لسه ما تحققش الحلم ده؟ لا والله. ولا حققت كل احلامك؟ لا لا يمكن لاي انسان ان يحقق كل احلامه. هلا لما انعمل فيلم دمشق حلب، لما عملوا باسل، قلت انه احلامي الكبيرة انتهت وقتها، لكن الحقيقة بترجع بتخلق احلام صغيرة، ومع الايام تكبر هذه الاحلام وتصبح احلام كبيرة. على كل حال يا قلبي، لازم الانسان يبقى يضل يحلم. طبعا يضل يحلم ويسعى جاهدا لتحقيق حلمه او احلام. حلمك اللي جاي تقول لي عليه من دلوقتي، ونشوف السنة الجاية ما تيجي هنا اسكندرية هتكون حققته ولا لا. حلمي الجاية القادم انه
فيلم الحكيم أو شخصية الحكيم أن تصل بشكل ما إلى قلوب الناس بنجاح. أكيد. هذا ما أرجوه الآن. أكيد أكيد، وإن شاء الله يشارك في المهرجانات القادمة إن شاء الله، وأكون معاك وإنت بتحصد جايزة أحسن ممثل عربي لفيلم جديد سعيد بيه الحكيم، اللي بيسعدنا دايما دريد لحام بأعماله الجميلة. نورت اسكندرية، مبروك التكريم الكبير اللي هنسعد بيه، وانا بشوف وجودك تكريم لمهرجان اسكندرية، مش مهرجان اسكندرية اللي بيكرمك. واخيرا كلمة لأهل اسكندرية في يوم تكريمك. يعني الاسكندرية انا جيتها عدة مرات، وكل مرة بيجي بشتاق لها اكتر، كل ما زرتها اكتر بشتاق لها اكتر. هذه المدينة الجميلة يلي كتير احسن الذي أطلق عليها عروس المتوسط البحر. وفعلا هي عروس طرطوس ولا زقية؟ انت قاعد في طرطوس ولا زقية دلوقتي صح؟ صحيح. انا سعيدة بوجودك، بنشكرك جدا، وان شاء الله يا رب دايما تفضل تنور قلوب المصريين بوجودك. تسلم يا حبيبي. شكرا. دائما بيخوفوني انه في اثنين على يمين وعلى يسار الواحد بيكتبوا شو عم يعمل، ويقولوا انه يا اخي هذول ملائكه، هذول شرطه، الى ان يصل الى مساله انه انا مشكلتي مو معهم، مشكلتي مع اللي بيعتبروا حاله معطى. في ذاك البلد العربي بدهم يحسبوا هذا المشهد، وانا برايي هذا المشهد مطلوب من الاخرين. والله اللجنة اللي قررت ما فينا فيها، قلت لهم مش مشكلة، نطبق غلطنا ونترك ونرحل وانتم تحملوا الإعلام لما بيقول ليش يكسر. قال طول بالك يا أخي، نحن كلجنة قرينا النص وما بنقدر إلا نرفض هذا المشهد لأسباب داخلية. نحن حنبعث لك إنه هذا المشهد ممنوع. قالوا انت قدم من هون ليوصل لعندك المناعه، بتكون خلصت العرض ورجعت على العرض، وهذا اللي صار.